وبركاته. اليوم 2/1/2018، اليوم امام نادي الطيران السماء الغربيه للطيران الشراعي الرياضي. الطيران الشراعي وما ادراك ما الطيران الشراعي. سنبدا تقرير عنه. وداعه الله سلم الطائرة بكيت غصبا بكيت على محبيني قلبي عن لازلنا في نادي سما الغرب الغربي الطيران الشراعي معنا الكابتن ماجد حسين أبو الخير. طبعا ابن الوطن وقديما ابن المسفلة مكة، يعني مكة حقه. طلعني احمد الجحدري، هو اول ما نزلت من الطيارة الشراعية واول طلوع لي طيارة شراعية مع احمد الجحدري. الان التقي مع الاستاذ وقف بطيارته. ايش الطيارة هذه استاذ ماجد؟ طيارة مايكرو لايت. هذه طيارة برضه شراعية خفيفة هافية رياضية في نفس الوقت، وممكن يعني تجمع بين الطائرات الكبيرة والصغيرة. يعني كل ما تتطور في التدريب وكل ما تقعد في تتمارس الرياضة حتلاقي انك حتتملك الطائرة، حتلاقي انك حتنتج فيها اشياء، حركات حلوة والطيران حلو سمود. فكل وقت له حاجته في الطيران. فهي طيران ميزتها يعني روعة في السماء، فتطير فوق سماء جدا تشوفها من جدة تحت شيء حلو جميل خيال. نتمنى انه اي احد من عندكم يجي ويشوف المناظر هذه كيف منظرها الطبيعي. استاذ ماجد، انت متى بدا معك الطيران هذا؟ تقريبا كابتن ماجد حسين ابو الخير، هذه الطياره الشراعيه اسمها ايش قلت لي؟ مايكرو لايت. مايكرو لايت هي الانواع ايش هي كذا تفصل لي؟ هي في عندك مايكرو لايت، في جايرو كوبتر، في فيكس وينج، وفي باراموتور، وفي الطيارات الشراعيه برضه. ايش الاختلاف فيها؟ شيء انا اشوفه بقزاز من قدام، شيء بمروحه، شيء بشراع، كله زي بعض تؤدي نفس الغرض. كله تؤدي الغرض، السرعه واحده والارتفاع واحد. كله تؤدي غرض، مو السرعه تؤدي الغرض في الارتفاع، انك انت بتطير فوق سماء جدا. إيه؟ بس تشوف العالم تاني، تحس بشعور الاسترخاء. بعض احيان انك تكون متوتر تيجي تطير فوق تطول كده مع الجو البارد الحلو ده، تحس بجو غريب. انتوا تشعروا بعدم التوتر؟ انا دوبني اول طلعه مشدوده اعصابي، يعني يمكن بعدين تخف. والله شوف، انا طلعوا معايا ناس كثيرين. إيه؟ اول طلعه هي توتر، بس إيه بعد اول ما نزلنا الارض قال لي اطلع تاني، ابغى نطلع نتمشى. إيه بعد ما يوم اخذ اللفه وجا نزل، حتى النزول نزول زي الطلوع ما يخوف بعكس الطيارات الكبيرة. نعم. انا مرة ركبت مع طيارة قدام، طيارة تايستار مرعبة، يعني هذا مين عادي سهلة. هي مو هو بقول لك كده الطيران فوق يمشي، هو بصفة عامة يعني اللي يتمارس الشيء حتلاقيها ميزتها حلوة ويتحسن منها. اما لما يكون ما هو مارس الشيء يجي شيء جديد. يعني انا عندي احفادي يعني عمره 4 سنين طلع معايا، جلس انبسط مره واستمتع بالجو فوق علي. فما مو هذاك الشيء الواحد انه يخاف، المشكله انه كيف تستمتع بس. يعني اي واحد بيجي بيوقف على حافه مبنى يطول كذا، حتى انا لغايه الحين بوقف على حافه مبنى قلبي بيطيح. لكن هنا ما تطلع انت ما بتطول تحت، بتطول مدى الحياه اللي قدامك وتشوف الحاجات، تنسى موضوع الخوف. بس يجيك الخوف الثاني اللي هو انت يعني دحين الطاحة هذا، لأنه تشغيل الذكرى ثاني. لكن الحمد لله يعني ما في شيء اسمه يطيح. يعني عندك المحرك والطفى، الجناح ينزلك زي الطائرات الكبيرة، بس في أي مكان يكون الطائرات الكبيرة تأخذ مساحة، نحن لا ما بنأخذ مساحة، نحن قريبين من المساحة. قل اسفلت تنزلوا عليه يعني صغير، تراب اسفلت أي مكان، يعني يكون مساحة 100 متر أنت بتوقف. هي تعتمد طيرانها على إيش؟ على دفع الماكينة من الخلف الى الطلوع على العالم. وريني كده
الماكينة؟ هذه الماكينة أساسا. هذه الماكينة. إيش قوتها إيش؟ طبعاً هي فور ستروكر 4 بسلندر 8 بواجي. كلها كذا ولا كذا؟ كلها هي كل الطائرات دي. لا كل الطائرات دي اللي موجودة كذا، لكن فيه طائرات مكان أخرى. طيب يعني ما بنستخدمها، يسموها تو ستروك. لانه شويه يعني فيها يعني مداها انت في لها ساعات معينه، زي هذه لها ساعات معينه. هذه ساعاتها يعني؟ هذه تقريبا 1000 ساعه طيران. وخلاص وتجيب غيرها؟ لا ممكن توظبها. توظبها خلاص وترجعها ثاني ل 500. طيب في عدات الساعات هذه؟ اي موجود عندك في الطاوله لازم. حلو. هذا الساعة العداد حقها. طيب كلمني عن هذه الأشياء اللي يعني المعروف يعني الأشياء المشهورة. طبعاً الثاني. هذا اسمه RPM سرعة الماكينة. هذا اللي عندنا اللي هو ارتفاع عن سطح الأرض بالقدم. هذه البوصلة حقتها. شمال جنوب غرب. هذا السبيد حق الليمت حق قديش سرعتك أنت ماشي. سرعة يوم قال لي أنا ماشي 80 فوق 100 زي كذا هنا يبين من هنا. هذا عنده حرارة الماكينة الزيت. هذه حرارة الماكينة الخارجية العادية. هذه حرارة الماكينة الموية اللي ديتر يعني. هذا البنزين. وهذه العددين ساعات اللي تبين لي كم ساعة طيران. أنا مركب هذه الساعات عشان أعرف أنا عن نفسي كم ساعة. هذه المحرك لما اشتريته. هذا لما أنا طرت بها بكم ساعة. كم ساعة دحين؟ أنا طاير فوق 500 ساعة تقريبا. ما شاء الله. وهذه الشغلات هذا طبعا تبغى هذه في بدايه التشغيل اون اوف المحرك. هذه عشان نبغى اعمل تيست للمحرك الاول البستم الاول البستم الثاني على اساس ان اشوف انه كله شغال البساتم. هذا طبعا التشغيل الستارت اب حقها الستارت اب الماكينه. هذا عندنا الراديو. راديو ايوه لازم يصير كوميونيكيشن فوق وانت طول ما انت طاير طول ما انت قاعد ماشي لازم تحط موقعك ارتفاعك وسرعتك وفين مكانك بالضبط. تكلم تتكلم تتكلم لا ما عندنا برج بتتكلم. انا شفت يكلم واحد. مين هو اللي يكلم؟ هنا عندنا واحد كنترول يقعد ينسق لنا. عمال فوق عمال يكلم واحد ينسق لنا في الطيران ينسق الصفه عامه لانه احنا لما نطير لازم كل واحد يعرف من مكانك عشان لا يصير تصادم. يقول له تروح يمين روح يسار. لا انا في المكان الفلاني. هذا في المكان الفلاني. هذا ارتفاعي كذا. هذا ارتفاعه كذا. انا انزل من تحته. انا انزل اقل. يعني زي كذا على اساس لانه يكون تعرف الارتفاعات لازم يكون بعيدين عن بعض. طيب في محاضير انكم مسافات معينه ما تكون بعيد؟ اي نعم. نحن نطلع من هنا الينا يعني تقريبا على البحر عند المسجد الرحمه الين دور النورس ونرجع ثاني. هذه منطقه. هذه منطقه. يعني كم كيلو؟ والله ما حسبناها نحن يعني لانه بتعرف تاخذ وقت كم يعني اللي بيطلع في عندك؟ مو كل طياره تختلف عن طياره، كل طيار تختلف عن طياره. يعني في طيارات تبغاها ممكن تطير على سرعه تقريبا 70، ناس تطير على 80، ناس على 100، على ناس على 110. انا طبعا عندي هنا جهاز. عندي هنا جهاز يتحكم بالسرعه. يعني ممكن اطير على سرعه 65 بطيء جدا. يعني ان هي طايره تشوفها ما هي طايره، ما تحس انها طايره، ماشي بشويش على عشان استمتع بالمنظر اكثر واقعد فتره اطول. وفي منطقه ثانيه نزلها تحت يصير سبيد. من السبيد اقدر اتحكم فيها اني اصير زي الطيارات الحربيه، مناورات يمين يسار اب داون بوز زي كذا. يعني اقعد اتحكم فيها. فكل طياره تختلف عن واحده الثانيه. يعني هو هذه الفكره. كم سنه لك في هذه الطيران؟ والله انا لي دحين هذه يمكن رابع سنه فيها. بديتها كيف زي كذا طلوع زي والله لك. انا كنت طبعا سباقات حق الدراج ريس حق شواء السري النادي اللي كانت في نادي سيدي في جده حق الدراج. وبعدين طبعا وقفوها وقفلوها. اتحولت على البحر. طلعت البحر صرت اطلع بحر. عندي اشتريت بوت وقعدت اطير على الصيد ومصيد. بعدين من طلعت مره تعلمت الغوص. طبعا جيت الغوص قالوا لي في ناس طلعوا معانا في طيران وطيران مش عارف ايه تعال تشوف الرياض وده. طلعت هناك الرياض اخذت دوره على نوعيه ثانيه غير هذه. وكنت جاي هنا ابغى اشتري. فلما جيت هنا بدور على نفس النوعيه عشان اشتريها فقالوا لي لا. الكابتن صاحب النادي قال لي نصيحه واستفدت منها. قال لي خذ هذه احسن لك من دي. فاتضح انه هذه بالفعل احسن وارقى وانظف. العافية صالح ماجد بارك الله فيك ونلتقي بالاخوان كمان وناخذ تقارير منهم والله يوفقكم.
ان شاء الله. امين يا رب. جزاك الله خير. جزاك الله. قرب ولا كمان لا؟ قرب خلاص. طبعا اول مصور افتتح له فنان العرب محمد عبده في الريد سيمول، عملت معرضين في جدة التاريخية، عدد زواري بفضل من الله 2 مليون زائر. هو عملنا معرض معرض عن عرفنا باسمك. انا سامر العوفي. ايوه سامر ولا سامر؟ سامر العوفي، موظف كنت في جريدة عكاظ 24 سنة، لي 6 سنوات في مجال التصوير. عملنا معرض عن تونس، تونس بعيون سعودية، ونتأمل إنه إحنا نعمل أشياء كثير عن المملكة العربية السعودية إن شاء الله. العوفي حقينا الطائف ولا غيره؟ لا، المدينة. المدينة هي المدينة. أنتوا المدينة ماخذين كل شيء، العناعة وتأخذوه حق الطائف، والعنب برضو، ولا الورد برضو. قلوبنا بيضة حبيبي. يسلمك يا رب. وناخذ برضو انت سناب معاك ونعرف الناس عنك اكثر، لانه قالوا اهل المدينه. ايوه معروفين في مدن الحجاز كلها، هادين رايقين، معروفين كمان من ناحيه الذوق، في دائما طبخهم واكلهم مميز. البريك الحلو والبريك المالح هذه ما حد يعرفها يعني. المقادم كمان حلوه. أيه. بس لا شوف الصعوبه، المقادم كل واحد يسويها، لكن البريك اهل المدينه حلوين، الرق يقعد يشتغلوا فيه الحريم من الصبح ما يغلقوا للظهر. اكيد من الفجر، لانه يحط رق ويحط رق ويحط رق، يعني ما اي واحد يشتغلها. اكيد هذا فن. أكيد. هذا فن. تحياتي لاهل المدينه ولاهل الطائف. وهلا والله الطائف. انا راسنا، انا راسنا.